سنرجو ضد فريق تركيا يستعدوا باش يلتحقوا بالملعب رقم 1 الصحافه الالكترونيه والمرئيه المسموعه التي تحضر لتغطيه كل الدوريات المنظمه او كل المسابقات التي تنظم في المغرب كوبا اسواق اللي كتنظم اسواق سلام مع مجموعه من المستشارين اللي كنشكرهم جزيل الشكر. هذه الدوره اللي كتعرف مشاركات 16 فريق كيمثلوا المغرب كذلك هولندا تركيا وكندا. اليوم نظمتوا هذا التورنوا الانترناسيونال دو فوتبول، يعني بغينا نعرفوا يعني شنو الفائده من هذا التورنوا هذا؟ والفائده وهو ان نحيوا شويه ونحركوا هذا الرياضه اللي هي شعبيه بزاف وسهله باش تقام، لان تيلعبوا خمسه ضد خمسه سهله باش تنظم ولا باش تجمع. بغينا تكون ان شاء الله تقليد تولي كاس معروف عبر العالم، ولهذا ان شاء الله غادي نديروا جميع المجهودات. غنبقاو غادي تيقولوا كريشندو يعني بشويه بشويه. فمن المحفزات اللي دايرين وهو الجائزه اللي غتعطى كاس رائع بحال اللي شفتوا وقدر مالي. وبغينا ان بالنسبه لي زيديسيون الجايين يكون ان شاء الله هذا المبلغ غادي يطلع باش يجلب ويشجع ناس اللي تيسكنوا في اقطار بعيده انهم يتشجعوا ويجيو يشاركوا معنا. غنزيدوها وتنخمو انا وسعيد واش نديروها ربما جوج مرات في السنه، ربما مره في السنه احنا غادي نشوفوا، لان يمكن نكون عندنا الخريف والصيف يمكن نديروا بحال هاد العمليه هذه، غادي نشوفوا ان شاء الله. سعيد الدرقاوي، انا الاورجنيزاتي ديال هذا التورنوي مع اسواق السلام والسي فوزي الشعبي. درنا هذا التورنوي باش نشجعوا الشباب ديالنا في اوروبا وفي المغرب نتلاقاهم ولعبوا الكره، والهدف الثاني الشركات في اوروبا بغينا نوريهم المغرب باش يجيو يستثمروا هنايا في المغرب. وانا كنقول سبورت الكره كتلصق الناس وسبورتيف ومزيان هادشي وكيفرح مزيان. ايك بن اندري خوريل uit نيدرلاند. Wij hebben samen met Aswak Aslam dit toernooi georganiseerd. En ja, zoals je ziet loopt alles prima. De wedstrijden zijn aan de gang. Ja, het ziet er perfect uit eigenlijk. Amsterdam, Oostgel, Sied. احنا يا درنا هذا التورنوي مع اسواق السلام ومع السي فوزي الشعبي. الهدف ديال هذا التورنوي نتلاقاو الشباب من هولندا ومن كندا ومن تركيا، مهم انترناسيونال نتلاقاو الشباب ديالنا في اوروبا مع المغرب، ونتلاقاو الشركات في هولندا باش يجيو المغرب ان شاء الله يستثمروا. كاين جوج الهدفات وهذا الشيء اللي زعما اللي كبغيناه وكيفرح مزيان. اذا اصابه لفريق كندا. محمد زرقون حكم في وسط الغرب، كنسكن في مدينه سالا. اولا كنبغي نشكر السي فوزي اللي عطانا هذه الفرصه هذه اللي نظمنا هذه البطوله هذه، بطوله انترناسيونال. فيما كيخص المستوى ديال هذه الفرق هذه فهي فرق متباينه، وكاينه هناك فريق كما كيشرفنا مدرب المنتخب الوطني وفريق ديالو اللي كيجي حتى هو كيشارك في هذه البطوله، وكنهنيو على الفوز ديالو بفريق كاس افريقيا التي تنظمات بجنوب افريقيا. اما فيما يخص اداء المقابلات فهو مقابلة جيدة وكتسود المقابلات في روح رياضية. معنا هشام دقيق مدرب ديال المنتخب الوطني لكرة القدم في الصالة. اليوم انت يعني كمدعو في البطولة هذه، يعني كيفاش هاد الأجواء ديال هاد البطولة هذه اللي منظمة أسواق سلام؟ يعني هاد الأجواء هي رائعة،
بطوله ممتازه. انا فين ما كاين الميني فوت ولا شي حاجه متعلقه واخا ماشي كره في الصالات فهي قريبه لينا تنجيو، وبالخصوص انني سمعت هناك فرق من هولندا ومن فرنسا يعني من اوروبا بزاف ديال الفرق، ربما نكتشفوا شي مواهب اللي تقدر تساعد المنتخب الوطني، وبالخصوص حنا مقبلين على كاس العالم في كولومبيا في شهر 9 ان شاء الله.